FM émission impossible مع برهان. بتونس بيك وانت معايا. هذه كانت وردة. احنا نتونسوا بيكم وانتم ان شاء الله تتونسوا بينا في ميسيون امبوسيبل على FM احلى راديو 7 و12 دقيقة. هذه حصة نهار الخميس 17 نوفمبر 2022. كالعادة ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بنجاح، وان شاء الله تحققوا كل امانيكم في النهار هذايا اللي هو ليل الجمعة، زاد نهار مبارك يا سي عبد ستار. كيف نقولوا نهار الخميس يحضر يحضر محمد ويغيب ابليس، ويغيب ابليس، ولكن للاسف حضر معنا اليوم خالد العبيدي. على السلامه. سامحنا شو عينك شو نعمل له؟ والله غالب عليه وعليه ويفتخر ويفاخر وحنا كذا حاجه كبيره، ولا شو يحمر وكذا شو نعمل له؟ انت مش في بالك ابليس؟ نعرف هو شيخ المتمردين اي في بالي يغيب ابليس. اي يغيب. انا غير حاضر. انا مراد الزغيد يغيب. مراد الزغيد صح. لا عليكم. لا لا يجرب يخدم على روحه. صباح النور يسمع فينا. صباح النور يسمع فينا الكل. ان شاء الله نعديو سويعتين ونص ولا ثلاث سويع باهين. صباح الخير. نهار الخميس تنزلوا فيه الملائكة. ست سويع انت مش قريبين شوي الفجر. فما فرق كبير خويا، تحكي على التكتيك تاع بوتين وزيلينسكي وبايدن والتسريحات، واحد بعد تلقى روحك تحكي على شنو؟ هاو شنو؟ مشاكل هاو شنو؟ جربوا هاو شنو؟ هاو شنو؟ خويا فما محاكمة عسكرية. فوالا فك عليك. زياد الهني صباح النور. يا صباح الورد وبرشا بحبة. صباح الخير لأهل الخير وكل من قصد فيه نتاع خير، ان شاء الله ربي يوفقه مني فيها وينجح اعماله. اما وزير الداخليه توفيق شرف الدين فنذكره بمسؤوليته في احترام القانون وربي وتطبيق قرارات المحكمه الاداريه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. سي عبد ستار نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله الدنيا بدات تبرد بحسب طريف هكا شتاء، ان شاء الله تكون عامه يا ربي ورحمه يا ربي على الناس الكل. أكيد. سيدي نجيب صباح النور. صباح خير. صباح خير المستمعين كل. صباح خير تونس. يا ربي العمل عليك وشدة فيك. اليوم نهار خميس، نهار مبارك سعيد. أيه. وربي يحمي بلادي. لا ما تجري نجيبة الأسبوع طول كي نهار اثنين خميس جمعة. سعدك يا فعل الخير. سعدك يا فعل الخير. يا رب ان شاء الله يفهموا العبر هذه. غفران بينوس صباح النور. صباح الفل اشرقة الانوار كما يقول ربح صقر خميس ومالي خلق ازعق. شكوشني هي كما يقول عاودها بالغلانتي. خميس ومالي خلق ازعق. مالي خلق ازعق. مالي خلق ازعق. وشكون اللي يقول ربح صقر؟ هذي فنان، هو خليجي. فنان خليجي. غنيما هما الراحة متاعهم كانت خميس وجمعة. بالخميس عادي يقولوا هلا بالخميس وكل عادي يقول خميس ومالي. يلا متأقلمين الناس كل بتوقيت الدوحة. توقيت الدوحة ربح صقر تو من هنا باش تسمع شلونك وربح صقر وكذا، ولكن في كل الحالات زادة بالخليجي بالمغرب العربي بشمال افريقيا باوروبا بالقارات الخمس. زادة ديما التوجه لله في اي مكان من هالعالم هذايا من الكون هذايا ديما يبعث الرسائل اللي ترجع لك بالخير والبركة. وقت اللي يقولوا اللهم إنا نسألك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا مما خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه، وأمانا من وضع ما توقعناه، ووطنا آمنا مستقرا كما حلمناه. يا مجيب السائلين يا رب العالمين، اللهم إني أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم. اللهم امين. اللهم امين. اي اف ام انتم تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو. 27 دقيقة تسمو في ميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو مباشرة. عبسة ترعى مامو كيما هنهير. كيف اليوم 17 نوفمبر 1869 اللي وافق 14 رمضان 1286 من هجرة من له العز وشرف، في يوم جمعة وقع افتتاح قناة السويس في حفل مشهود. شنو الحكاية؟ الحكاية بدأت من عام 1854 في عهد سعيد باشا
الوالي سعيد باشا والي مصر، جاء المهندس فرنسي فردينو دوليسيبس واقترح عليه إعادة فتح قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، خاطر يبدو حسب المؤرخين القدامى أن كانت فما القناة في عهد الروماني في عهد الفرعوني. فقال له علاش ما نفتحوش قناة مش نفس المكان بالطبيعة، نفتحوا قناة. وأعطاه عمل الدراسات نتاعو الكل وأقنع سعيد باشا اللي مش يأسس فيما بعد مع معنا مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال المصاروة شركة متاع فتح اللي فتح قناة السويس هذه الشهيرة، وتتواصل الأعمال حتى 69 في فرح مراحل طويلة. انتغطان تبعت الأسهم متاع الدولة المصرية متاع اللي حتى دخلت فرنسا في اللعبة، وانجلترا شريت مجموعة تقريبا 44% من الأسهم شريتهم من عند سعيد باشا. على كل حال في عهد الخديوي إسماعيل مش يتم افتتاح هالقناة هذه اللي مش تربط البحر بالأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، واللي من خلالها 140 تقريبا كيلومتر يخلي عبور السفن، تمكن عبور السفن. وحب خديوي إسماعيل أن يعملها بهرج كبير ويعملها قيمة كبيرة، فاستدعى برشا رؤوس متوجة كما يسميهم وقتها. فجاءت الإمبراطورة إيجيني إمبراطورة فرنسا، لأن فرنسا زوجة الإمبراطور، لأن فرنسا دخلت مرتين في توقفت الأشغال ودخلت فرنسا لإعادة الأشغال هذه، لأن تعتبر أنه مشروع مهم جدا. وولي عهد النمسا إمبراطور النمسا عفوا ولي عهد روسيا وقتها، فمجموعة من الأعيان والأكابر. وبالمناسبة القاها فرصة الخديوي إسماعيل مش يبني مدينة، القاهرة الجديدة الإسماعيلية وقتها تبنيت بالمناسبة. ومعنى بورسعيد مدينة بورسعيد، وعلى سماها نسبة لشكون؟ نسبة ليه؟ هو خديوي إسماعيل هو خديوي إسماعيل، فسماها بس هي كانت تسمى القاهرة الجديدة، سماها القاهرة الجديدة. ويقولوا أن كانت فما فكرة أنه ينقل لها العاصمة أصلا، معناها تولي العاصمة موجودة غادية، لكن بالطبيعة ما كانش ممكن يتخلوا على القاهرة، صرتوا هو ما طولش. وإضافة إلى ذلك بناء أوبرا، قصر قاعة الأوبرا الكبرى اللي تحرقت اللي معاش عندها وجود، أول أوبرا في قاعة أوبرا في إفريقيا ككل، تحرقت في الحريق اللي أتى على القاهرة عام 52، وبالتالي بين قوسين بالتالي تولي أقدم قاعة أوبرا لا تزال موجودة في إفريقيا هي المسرح البلدي في تونس العاصمة. يعني قاعة أوبرا، خاطر شنو الفرق بين المسرح وقاعة الأوبرا؟ الفوس دوخيستر، خاطر الأوبرا يلزمها قدام السين فما فوس تحط فيه الأوركستر. احنا عندنا في المسرح البلدي، في المسرح البلدي فما فوز اوركسترا موجوده، فهو قاعه اوبرا صغيره اما قاعه اوبرا. فكانت احتفال بهيج، وتعرفوا شنو اللي صار في قاعده السويس، انها تسكرت مرتين على الاقل، فمرتين مره مده قصيره في العدوان الثلاثي، ثم في حرب 67 تواصلت مده طويله حتى عاودت حلت بعد الاتفاق النهائي بين اسرائيل وفلسطين ومصر. ومصر بابي سامحني خالد، نحب نلفت انتباهكم نجيب، ما لاحظتش يحكي الخديوي إسماعيل والتليسيبس ودرشنية والمهندس وكذا، إلا الحدث الأهم اللي يرتبط قناة السويس ما حكيش عليه، اللي هو تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس. ما قالش عبد الستار وضعت وقتها تحت معناها مباشرة استغلال بريطاني وفرنسي، والمصريين ما كانوش يملكوها رغم اللي هم أعطاوا من دمهم أعطاوا من جهدهم ومن شقاهم، شكون مات مردود تحت القناة، هذاك الكل التراث تعدى عليه. حكينا على الخديوي إسماعيل وعامل أوبرا وسيدي الخديوي إسماعيل وسيدي الخديوي إسماعيل وسيدي إمبراطور اليابان وسيدي إمبراطور اليابان وسيدي درشنية. وجاء في الحدث الأهم وقت اللي الرئيس جمال أمم قناة السويس وقتها ورجعها ملك مصري خالص، والأمة العربية وقتها صفقت له، وجاء العدوان الثلاثي وانتصر في العدوان الثلاثي. هنا القاهرة، نقز عبد الستار نقز ما يحملش ما يخفرش عبد الناصر انه انقلب على فاروق. تي هو تو شوف كيف وجود بدل جمال عبد الناصر. يلا خالد معنا ديليسيبس كان لو نوت كود في الخطاب نتاع الاسكندريه الشهير باش تحركت القوات. انا كنت مستنى باش يعطي الحيثيات ليله تاميم القناه وقت اللي قال لهم جمال عبد الناصر اتفق اني كنقول في الخطاب نتاعي في الاسكندريه، هو في الاسكندريه الخطاب اللي امن به القناه، كيقول كلمه تيليسيبس انتم تمشيوا وتتنقزوا على مقرات شركه قناه السويس
وتأموها وتطردوا الانجليز والخدامة الانجليز اللي موجودين نسمع حلفائنا في الحزة البعث العربي الاشتراكي نسمع عضو القيادة قطر العراق زياد الهادي. تفصيلة مهمة قبل الفيديو سمعني على فيرديناند دي ليسيبس وعلى الخديو إسماعيل. فما رواية تقول انه اغراه ولا اصحابه هو وجابوا في الطبق ونجم يفك الاسهم باش سينجيب الخديو إسماعيل تم اغراءه كشفوه على المقارون على السباجيتي بالتحديد. معناها عرفوا بالبلا اللي اسمه سباجيتي اللي ما كانش موجود في مصر وقتها. انا نعرف الروايه هذيه الاسم تبعت في عهد سعيد باش. سعيد باش اي سعيد باش مش سعيد باش سعيد باش مش الخديوي ولا اصحابه هو ايه في جرة صحن مقرونه باش تعرف المقرونه قداش مهمه من قبل ممكن الناس خالد لا بيان سور مهم لا مشكله الولايه هذه مش وعي ولا تعلم التاريخ ننظر له من وجهه نظر الصراع الطبقي البنيه التحتيه علاقات الانتاج السيده وقتها علاش لعب التوسع الامبريالي وقتها باش يحط يده على المضايق وعلى كذا الحكايه الكل الشيوعي بتاع الشيوعي بتاع نوفمبر 2022 باش يحلل ولا نجيب بالمقرونه تو معقول معروف الروايه ليه بالحق خالد نحسب ولا اصحاب هو احنا ما سمعناش كيما مثلا فما جماعه في السفارات توا في تونس يغريوا في برشا سياسيين توانسه واعلاميين توانسه مش بس حن مقرونه صحن اخر عمليه رشوه حصلت في البلاتو هذايا الزيت زيتونه اللي جابها زياد قال لنا وزيت زيتونه وتوفيق شرف الدين بربي تلاهوا لي بيه قلنا له لا ابدا احنا لا نتاجر بالمبادئ هات الزيت زيتونه ومش مشكله توفيق ربي معاه يلا نتذكر اللي دوليسيبس قبل ما يمشي لفرنسا معناها ينجز المشروع بتاع قناه السويس كان جاء لتونس لهنا وكان عنده مشروع لفتح شط جريد على البحر الأبيض المتوسط لكن أسباب تقنية حالت دون ذلك. أنا هذا كان باش يكون مشروع رسالة الدكتوراه بتاعي في التعمير لكن للأسف ما تبعتش الموضوع. ثم جاء الأستاذ بشير التركي في بداية الثمانينات وهو في نيكان أمين عام لمنظمة الطاقة الذرية وأعطى آلية تقنية يحفر هاك اللسان تقريبا بتاع 30 فنتي كيلومتر للنفاذ نحو فنتي البحر لكن طرحت زوز اشكالات. طرحت اشكاليه فنتي بيئيه كانت تحتاج الى تعميق دراسه المؤثرات البيئيه والتحولات اللي بشتاق على البيئه غادي بعد فتح الشط على البحر. ثم المساله الثانيه انه فتحان شط جديد باش يؤدي بالضروره الى فتحه الى الارتباط بشطي الغرسه والفجاج وهذوما الامتداد تاعهم ياخر داخل الجزائر والامتداد هذايا باش يولي يحول هذه الشط نتي هذايا الى مياه دوليه بعد ما كان هو مياه تونسيه خالصه علما بانه الشط هذايا كان بامكانه انه باش يزيد في السواحل التونسيه 1300 كيلومتر على المدار نتاعو. والمسألة الثانية اللي وقع التخوف منها وخلاهم يتخلاوا على المشروع ذاك بعد الأحداث تاع قفصة وقتها هو كان الخوف أنه الشط كان باش يقسم تونس نصين وبالتالي باش يسهل في صورة أي مواجهة عسكرية مع عزل خارجي عزل الجنوب فصل الجنوب عن الشمال عن فصل جنوب شط الجريد عن شماله عن شماله. ولو أنه المشروع هذايا فتح معناها شط جريد على البحر مشروع تثويري رغم المخاوف اللي كنت تحكي عليها واللي هي قادة الناس اللي خمت في المشروع هذا لكن للأسف واقعيا وتطبيقيا. لكن اليوم المخاوف مع التطور اللي موجود في التكنولوجيا والتطور في الإنجاز التقني نجموا نتجاوزوها وحكاوا لي عليه بارشا خبراء حتى التوا زياد بنا في الواحد أنه قادر يغير وجه تونس مش هذا بركة وحتى من ناحية التقنية أقصى نقطة ارتفاع في الشط هي 27 متر على بالضبط. سطح فنتي البحر بالضبط. لكن طبيعة المادة المكونة فنتي للشط باش يخلي أنه فتحان الماء باش يؤدي بطبيعته إلى جرف الوحدة فنتي هذيك. وأنا بالفعل يبقى بحر الجريد من المشاريع الاستراتيجية اللي بإمكان الأجيال القادمة أن تخدم عليها وقادرة باش تغير وجه تونس. هذا برنامج نجيب وأنا نحكي راهو من باب الاطلاع
الدقيق على الموضوع وراه عندي كرضونة فهمتني كاملة بالوثائق حول الموضوع هذا بالذات. والله يعطيك الصحة لأنه بجد جلست مع خبراء زاد رنومي في الحكاية دي وفاجئوني منذ سنوات بالمشروع هذايا هاو المشاريع اللي تنجم تغير وجه تونس حقيقة راه كيما مشروع قناة السويس تعمل في الديزنوفيام مغير وجه مصر. أنا مع قناة بنما هو راه الفكرة رومانية راه من وقت الروماني الأخبار الأخير وبسرعة سي الأخبار الأخير 17 نوفمبر 1901 حد تولد الفنان الكبير بشير رحاب. السيد اللي مش توفى في مارس 1979 ممثل قدير عرفناه في صيف الحاج كلوف وفيني مثل دور الحاج كلوف بعد عمي بشير حمودة معالي بو عليا بو سيدة عليا يعني بو المطربة سيدة عليا. في بالك سي عبستار ماشي في حياتي كاملة بشير رحال مش هو الحاج كلوف توا باش نربط حتى الحاج كلوف خدموها أربعة من الناس هي. اللي هما سي حمودة معالي هو الأولاني سي بشير رحال سي نور الدين القصبي وسي محمد لك حل. أما بشير رحال من الوجوه المعروفة في الذاكرة فنان كبير ممثل هو أبو سيدة عليا هو أبو سيدة عليا ونسيب سي رضا قلعي باعتبار ولد بنته الأخرى مرتبة بنت سي بشير. ونختم بأنه كيما اليوم 17 نوفمبر عيد ميلاد السيدة عواطف بن حمزة أم سليم اللي بلاش بيه من ما عندناش صورة طويلة. الله 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 المخرج للرقمي لا لا المخرج للرقمي هذا يوم عظيم صورتها فيني سليم صورة الوالدة فيني أرسلت للإنسانية أي سليم أي معناها أي أي لا عاد هذا يوم الأيام هذا يوم الأيام الله على الأرض أي عظيمة أي هذا نهار سعيد هذا نهار سعيد إن شاء الله ربي يعطيها الصحة طول أمين يا رب. خرج لنا راسك سليم كل القفص خرج لنا إي إشارة ان شاء الله يا ربي عيد سعيد لكل الامهات في العالم هذايا ربي يفضلها لك سليم والله ربي يفضلها لك سليم وحتى الام اللي جابت انيسه مكشيح باش تعطينا الاخبار زاد الله يفضلها يلا انيسه الاخبار اي اف ام من 7 ل 10 متاع الصباح ايميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو. السبعة وستة دقيقة تسمعوا فينا في ايميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو مباشرة بالطبيعة في كونغرس اللورتيد مخلط بالفري فود لنفوم معانا اريج ومعانا غفران واصرت اريج ان تحضر قالت لي غفران تغيب وبعد تحضر وقت ما تحب يزيو مدلال بلاستي ما عادش نسلم فيها وقامت بمجهود كبير تهلي البارح في الليل باش تاخذ لنا برشا شخصيات رئيسيه فاعله اليوم فيما يحدث في صفاقس صفاقس اللي تعيش ازمه كبيره الايامات هذيا كي العاده ازمه قديمه جديده متعلقه بال الفضلات اللي ازداد عليها حاجات أخرى واللي تتحرق وحريق لا يعرف أسبابه الشيء اللي يسبب شبه كارثة بيئية. تفضل أريج عندك. صباح الخير مرحبا بكافة مسامعي إذاعة إي إف إم. مانيش باش نزيد برشا على اللي قلته برهان دونك على خلفية اللي صاير في صفاقس البارح تصريح أثر برشا جدل خلال اجتماع طارئ بمقر ولاية صفاقس للجنة مجابهة الكوارث. تصريح يجينا من ولي صفاقس السيد فاخر الفخفاخ اللي طالب فيه رئيس الجمهورية بغلق صفحات الفيسبوك والاكتفاء بالإذاعات. هذاك علاش نحن معانا بالتليفون السيد فاخر فخفاخ باش يوضح لنا التصريح نتاعو بالضبط. ألو صباح الخير سي فاخر. أكيد. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. لو كنت وضح لنا شنو اللي صار البارح والتصريح اللي قلب الدنيا الحقيقة في ساعات قليلة جدا. التصريح اللي باش تعرفوا أسباب الانفعال متاعي كنت مع سفيرة هولندا في قرقنة وكان معها الملحق السياسي والملحق السياسي يتكلم عربية يدور دورة ويجيني احنا جايين في البطو يوريني الناس قاعدة تقول معناتها في كيفاش ساعل في النار عباد داخل عباد مشات للسبيطار عباد ماتت عباد ما نعرف شنو يعني يسمى حوايج دلنتوكس زيتي تريز انيرفي لانه احنا مشينا القرقنة مع السيد وزير الصحة ثم هداولنا انيتي دوكسيجين للسبيطار كنت منفعل جدا وقت حاجة تولي تعطيك نفي نيجاتيف في عرض كنا بالفيسبوك يا ناس راهو لباس وراني سألت وما ثماش منه الكلام هذا ثم تشعيل النار ثم زيدوا يصبوا الزيت على النار كما يقولوها
ونزلت من البطو تقريبا 4:30 وصلنا، جيت للمصب نلقاها زادة اللحمة بالدخان ما نجمناش نطوق الحكاية، لأنه بليزيور فوي فوكال يعني صارت فيها النار. فعل فعل خلي روحك انت في ما في بلاستي في الضغط هذاك، وش بيه قلت نسكروا الفيسبوك يا اخي، احنا ناكلوا منه الفيسبوك يا، وحتى كي تستعملوا باش تقول يا ناس هدي ولا كذا يدخلوا فيك تو. دونك ثم ضغط نفسي خلاني نتكلم بالكلام هذا. ساعة سي فاخر صباح النور، أهلا يعيشك سيد الوالي. المشكلة يعيشك سي فخري. يعني المشكلة في التعميم معناها سي فخري، كنت تنجم تأكد والناس تشاطرك 1000%. راهو بعض الصفحات تلعب في أدوار خايبة برشا في إثارة هكا تشعيل بالضبط. أنا نقصد فيهم وقلت كلاب سوق. أي ولكن تاع كلب سوق الساعة، الكلب السوق شنو يعني؟ هو الكلب اللي في السوق الززار يعطيه الحيمة والآخر يعطيه شحيمة، واللي يبيع الحوت يعطيه شحيمة حوت. دونك ما عندوش إني في دالة بيرسون، اللي يعطيه الوحدة يعس عليه وقت. مأجورة، صفحات مأجورة هكا اللي نقصد فيه. اي موسم موسي فاخر يقول لك المجرات، يقول لك المجرات تاكلوا من اكبو. موسي فاخر يعني سي فاخر، العباد معناها تنتظر في خطاب اكثر هدوء. عندك الحق، انت قلت غششت وكنت مع مع سفير هولندا. أنا أي. يا سي بسيس أي. انا توا في وسط المصب. لو أي. كان عندكم واتساب حلو تراني انا وبيت هنا وقاعد نعمل والناس تعرف النار، تعرف النار بشي فخرة. ايوه، ولكن مطالبة رئيس الجمهورية انه يسكر فيسبوك، مو يسكر بعض الصفحات، الجهات القضائية معناها والجهات الامنية. شوف ما وزدتها ماني انا خايف انك توا زاد سي فاخر. قلت دي الفيسبوك شنو نعملوا به اخي، وكل فينا في الخبز. معناها زدت اكدت المقاربه انك انت استهدفت في الفيسبوك عامه مش بعض الصفحات يعني خاصه. انا نكتب على الفيسبوك، هذا هو هذا هو بالضبط. انا نكتب برشا على الفيسبوك وكي نلقى واحد ومعناتها شوف انا عمري ما شتمت حد، عمري ما قلت واحد جيب لي نهار ترى فاخر فخفاخ شتم حد ولا قال له حاجاك تكذب ولا يبيك يعليك شنو الحكايه هذه. باهي توا سي فاخر، توا مشيش القضيه تولي توا على الفيسبوك. توا صفاقس ظهر لي كما قلت انت اخر الاهتمامات خاصه بالنسبه لاهالي صفاقس الفيسبوك صفحات الفيسبوك. الصحيح توا هالازمه هذه وين ماشيين يا سي فاخر؟ رانا عندها الحكايه عام ونص وصفاقس في نفس الموضوع، موضوع هالفضلات هذه اللي ما لقاوش فيها حل. عندناش حاجه جديد تفرح بها اهالي صفاقس توا في التصريح بتاعك؟ جيت قبل 5 شهور أي. اليوم برك دين جيت من شركه طليانه، لو كان نلقى لي كونديسيون تاعها باهين اليوم باش نتاعها اليوم في ساعتي. هذه شركه بتاع شنو سي فاخر تعمل؟ هذه شركه اذا كان هي تاخذ الزبله الكل نعطيوها لها ومبيوتي معناتها وتعمل مشروعها والكل. انا نلوج باش من الدوله ما تدفعش فلوس، سينو عندنا باش نحلوا لي زابيل دوفر في فان نوفمبر اخر ليميت، لانه طلبونا باش نمدوا باش يليتيدي المشروع كامل ويعطيو اوفر فيه. احنا قاعدين ندخل. صباح الخير سي فاخر. قدمت وبالتوفى حكايه النفايات، راهي حكايه سياسيه. كيفاش سياسيه؟ بربي 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 يا سي فاخر اش تقصد بسياسيه؟ راهي فما مشكله في الخطاب الرسمي وانت جزء من الخطاب الرسمي لا يسمي الاشياء بمسمياتها. البارح قلت نعرف الاطراف اللي تقف وراء عمليه الحريق، ما نحبش نسميها خاطر قمه فرنكوفونيه ولولا رابطه بين هذا وذاك. على ما تسميوش، شكون الاطراف اللي تتهمها يا سي فاخر؟ الجمعه الجايه نقول لهم لك حتى نكمل التحقيق نتاعك. صباح الخير سي فخر. لحظه، اونتروتون صفاقس تتواصل في التلوث عباد تختنق، وعلاش الجمعه الجايه وشنو العلاقه بالقمه الفرنكوفونيه؟ راهو الشعب كامل ما فهمش بما فيهم شعب الفيسبوك. ونفكر سيد الوالي اللي لولا فيسبوك راهو ما طلعش قيس سعيد مثلا، وراهو يمكن ما معناش فخر فخفاخ على ولايه صفاقس. صحيح، انا قلت لك راني انا راني ما نضربش في كلامي، قلت لك راهو يستعمل الفيسبوك باش يقول الحقيقه وباش ينقد وينتقد البوليمون. بالعكس خلق للعادة، أما الفيسبوك اليوم ولا للشب وللسفن والواحد وعباد مأجورة. سمعني صباح الخير سي فاخر. يا سي فاخر صباح النور، معك نجيب الدزيري. ما جاوبنيش على سؤالي. نهارك زين، صباح الخير يا سي فاخر.
تو الشركة الطليانية اللي بتجي مساعتين ولا لابل دوفر ولا شركات أخرى تنجم تبقى شوي وقت باش تركز أمورها وتبدأ في الرسك لو تبدأ في الحل. اليوم نحب ولا نكره أصحيح فما أيادي بتاع سياسة في صفاقس وفما سلطة محلية تحب تولي تحكم في البلد هي مش السلطة المركزية وتحب تقسمها البلد. أنا متفق معك 100% في الموضوع هذايا. لكن فما لكن فما يا سي فاخر فما مشكلة في صفاقس بتاع بيئة فما حاشاك وحاشم اللي يسمعوا فينا على الصباح فما فضلات موجودة في صفاقس والناس ما عادش تنجم تعيش في بيئة سليمة. سي فاخر من المفروض اليوم الناس تدعو الاحتجاجات. أخي الكريم حتى لامس هزينا 3500 طرناطة من الفضلات هذه، البارح هزينا 1500 هما 8500 معناتها احنا هزينا 5000 ما زلت 3000 ما زلت خدمة ليلتي. ايوه باش تزيد هناك فضلات اخرين سي فاخر ما هو يلزمنا نلقوا حل راديكال للمساله. اي قاعدين نشوفوا تاك تشوف احنا قاعدين وين نمشي ونحلوا بلاصه يطلعوا الاخرين يقول لك لا مانيش مصب باش تحب تعمل تراه قول لي بربي اعطيوني. سي فاخر علاش ما تحلش بلديه صفاقس؟ نعم علاش ما تحلش المجلس البلدي بتاع مدينه صفاقس؟ علاش نحلوا؟ لانه هو لانه حسب البارح في خطاب رئيس الجمهوريه وفي الواقع رئيس بلديه صفاقس اللي شرى الكهرباء المضخمه ذيك هو من الناس المتسببين في المشكله اللي قاعدين نعيشوا فيها. هذا رايك انت نجيب رايك انت وظهر لي ماهوش هذا الوقت تاع المقترحات هذه. والله متعاونين معايا. لا هاك شهيد هاي والله العظيم اسمع هذه الاشاعه ومن الاول ولا حيط ينتمي. اما جيت نهار نهار اللي دخلت قلت لهم الكاسكات نتاعنا علم تونس ومدينتنا صفاقس عندي فيكم كل حد انتماء وشنو اخي مال البارح رئيس الجمهوريه ني سلطه محليه يحكي عليها يا سي فاخر. رئيس الجمهوريه البارح قعدت لوزيره البيئه اني سلطه محليه يحكي عليها. ما نعرفش براسل والله في هذه ابدعت سي فاخر في الحديث مع نجيب الزيري كركر فيك في حكايات ولا عندك الحق يا سي فاخر. اعطينا الصحيح توا اهالي صفاقس تنجم تقول لهم من المنبر هذايا. اسمع لا راهو قاعدين نحلوا في المشكله يطمنوا ويعرفوني اهالي صفاقس ويعرفوني جاد. تبقينا الناس اللي ضدي واللي دخلت لهم في المصالح نتاعهم واللي قاعد منظف ما تعرف ما تنجمش انت تدخل البلاد تكون فيها جزء من الناس باش ما نقولش حاجه اخرى دون لو سيكتور انفورميل وتشد لهم مصالحهم وشنو بيان سور باش يصيروا ضدك. اما جي لا كونسيونس ترونكيل لا فوز انكيتي با. واضح فاخر فخفاخ والي صفاقس سعدنا كثيرا بارك الله فيك على الحديث معنا. يعيشك سيد الوالي. يلا تعليق في ثواني توا على هاي زيادة عامل يدك على خدك وقاعد ما يصيرش. اعطينا رايك في الوضع هذايا على التصريحات البارح على الكلام على الحديث ولكن هاو يقولوا لي توا ما يصيرش. خلينا نسمعوا الاشهار وانت اشرب عرقك زياد بعد ما سمعت التصريحات هذه من البارح لليوم واعطينا رايك لكن جوست بعد الاشهار. EFM انتم تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على EFM احلى راديو. 57 دقيقة تسمو فينا في ميسيون امبوسيبل على EFM احلى راديو صفاقس. كنا نسمعوا للسيد الوالي الازمة ما زالت متواصلة يحكي على استقبال شركة الايطالية بون بتيت الحل ما هوش بيحل مشكلة صفاقس غدوة. زياد شنو تعليقك على الشيء هذا اللي كنت تسمع فيه من البارح التصريحات تصريح رئيس الجمهورية تصريح والي صفاقس تحركات المجتمع المدني الوضع الكارثة البيئية الصور كانت تعطيونا الصور بتاع صفاقس واللي جات معناها الدخان المبثوث كارثة بيئية حقيقية أبار صور بتاع الزبلة هذه الدخان فما صور البارح دارت بتاع الدخان على صفاقس معناها شيء يرعب بالفعل. وسط المدينة يا معلم معناتها حتى نظر على الخطاب المتشنج نتاع الوالي نتاع صفاقس واللي هو جزء من الخطاب المتشنج نتاع قيس سعيد في التبيدو. قيس سعيد اللي في كل فهمتي مناسبة يدخل فهمتي باش يسب وباش يخون المعارضين فهمتي نتاعو. قال البارح مكانهم في المزابل نتاع وباش يهدد ولغة المزابل اللي ولا يحكي بها فهمتي توا.
واللي التوانسه فني يتمناوا انه يشوفوا منه فهمتي نهار ابتسامه، يتمناوا انه يسمعوا منه فني خطاب اللي يرجع لهم الامل، اللي يعطيهم الثقه في بقعه، خطاب اللي يوحدهم مش يزيد دقدقهم فني ويزيد يفرق بيناتهم ويزيد يفتفتهم. ونحب نذكر اللي راهو بن علي وما ادراك، الله يرحمه بن علي وما ادراك الله يرحمه. وبعمار 404 ما نجمش يسكر الفيسبوك باش يمنع اصوات الناقدين والمعارضين. اليوم الإشكالية هي إشكالية معقدة لا خلاف فهمتني في ذلك. واليوم أنه ناخذ مثال فهمتني صفاقس، أي معتمدية معتمديات فهمتني صفاقس كيف تجي تقول لك علاش أنا تجيب الزبل كلها فهمتني تجيبوها فهمتني عندي أنا، علاش مش عند الآخرين؟ فبدل ما نبحث كما قال الرئيس على الذين أنهم يلكلون فهمتني بهذه صفاقس وهذه اللغة فهمتني هذيك، نحن اللي حد الآن ومش من وقت شد سعيد بركرة وهناك حتى فني من قبل بسبب المسألة واضحة، قد مش كنت النفايات هذه ما جاتش بعد طبعا. 25 جويلية بعد الانقلاب على الدستور وانفراد قيس سعيد بالحكم والسلطة فني في البلاد. نحن فهمتني بحاجة إلى مقاربة فهمتني علمية، المقاربة العلمية هل الزبلة فهمتني بتاعنا هذه كيفاش نجمو نتصرفوا فيها؟ هل تقبل الرسك فهمتني؟ لا، إذا ما تقبلش الرسك شنو فهمتني الحل متاعها واحد؟ وشنية فهمتني البدائل؟ والبدائل هذيك نطلب من التوانسة كلهم، التوانسة كلهم، لأن تونس هي أرض واحدة ودولة واحدة من أقصاها إلى أقصاها. نقول نحن هاو هالزبلة هذه راهو كيفاش نتعاملوا معها بدراسات فهمتني علمية، راهو نحتاجوا لثلاثة خمسة عشر سنين ما نعرفش الخبراء هم اللي باش يقولوا لنا تحتاج إمكانات كذا 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 كذا، ورانا ثم حمل مؤقت باش نتحملوه مع بعضنا كتوانسة فهمتني كل باش نصبروا على رواحنا ونصبروا على بلادنا، وقتها الناس تمشي معاك. علاش؟ لأنه ثم حل وثم أفق، في الأفق ثم حل فهمتني جاي فهمتني من بعيد، ثم جدية في التواصل والاتصال، وثم جدية في التواصل والاتصال مش بالعبث اللي قاعدين نشوفوا فيه تو. خالد أنا كيقول سيد الوالي البارح خلف تصريح تاع وزيرة البيئة اللي قالت ماهيش أولوية توا وما تكلمونيش وأنا مانيش لانفيتي برانسيبال، وقت اللي حابوا يحاوروها البارح حاسين نركزوا مع الوالي، وقت اللي يقول الجمعة الجاية نكشفوا ونستناو القمة الفرنكوفونية، أنا أخويا أنا نمن نظرية المؤامرة، حر ولا مش حر؟ حر. كي تقول الجمعة الجاية نكشفوا وستكون مفاجأة وانترو تون موتوا بالزبلة وموتوا بالريحة، نجم تكون تلعب تعمل في تكويرة سياسية، رغم اللي أنا لا أظن أنه العبيد اللي تحكم توا في السلطة عندها من الكومبيتانس، عندها من الكفاءة أنها تنجم تعمل تكويرات سياسية، أما أنا حر في الانتربريتاسيون بتاعي. شاد دوسي على شكون أنت اليوم في المعارضة وتقول له راني جمعة جاية ما تعمليش الخدمة هذية ولا السيرفيس هذية ولا المرشي هذية، راني جمعة جاية نكشف علي نكشف أمرك أمام الجماهير، حر أنا. هذية تسمى نون اسيستونس ا بيرسون ان دونجي، عندك شعب في حالة متاع خطر وانت قاعد تكور بمصالحه. اثنين، كي تقول سيد الويلي اليوم تو معناها في التليفون يقول راهو ماضي ساعتين متاع القايلة مش جينا شركة إيطالية، اسمع مليح الجملة، وكان عندها اللوفر الحل المطلوب تنصحوا معاه، معناها انت اليوم باش تجيك ماضي ساعتين وماكش عارف اللوفر متاعها انت ميسي جراف، راهو العدو الوحيد لا المتآمرين لا السياسيين لا الاخرين لا اللي شعلوا في النار لا حد شيء، العدو الاساسي هو لانكومبيتانس، عدم الكفاءة متاع العبيد هذي. فما تصويرة جميلة واختم مش خلي الغفران تحكي، 25 جويل معناها احنا في تونس من 25 جويل 2021 وتوا تعدينا من اغنية زكاتاكا، تتفكروا الصورة الجميلة جدا اللي دارت على الفيسبوك متاع عامل النظافة اللي يشتح نهار 25 جويلية، والاغنية متاع زكاتاكا اللي تقول ريتوشي زبال مروح فرحان من الخدمة، ريتوشي رئيس في تونس فرح لهم. تعدينا الحومين اليوم قاعدين نعيشوا كزبلة في بوبيل للأسف. غفران، أنا ملاحظة يعني للتصريح اللي قام به البارح، يعني الفيديو اللي دارت وما بين تصريحه اليوم، رغم فماش فرق بل بالعكس زاد ورت روحه، يعني كيقول الفيسبوك لا ناكلوا به ولا نشربوا، يعني أقوى المسؤولين، يعني في حتى نضم صوتي لصوتك سي زياد، يعني في حكومة يعني بن علي وفي حتى في كل الحكومات عمره ما تجرع عبد وخرج غزار قال لازمنا نسكروا الفيسبوك وغيره، برغم يعني حتى تذكرة الفيسبوك ماهيش من صالح رئيس الجمهورية
على خاطر تقريبا خطابات الكل مبنيه على الفيسبوك وبرشا اخبار قاعد ياخو فيهم من الفيسبوك. انا قبيله سالت يعني في الاوف قلت يعني علاش استنى لتوا باش يقعد يستنى، فما شركه ايطاليه تجي باش تقدم له عرض اللي هو ما شافو، علاش ما هبطش ابيل دوف للشركات التونسيه باش يلقاو حل جذري للازمه اللي موجوده. هي توا هذه ما فماش لا ابيل دوف ولا شيء، توا هذه عمليه كي تسمى بالمراكنه ولكن قبيله قال كلمه قزار قال باش تجي شركه الايطاليه مع ماضي ساعتين ونشوفوا ما كاينش باش نعملوا ابيل دوف. قالها سيغراف نجيب الله غالب سيغراف شيء ما ميتيو بعد الاخبار.